أهلا بكم. البداية من ملف الطرقات، حيث تتواصل في تعز الترتيبات لاستكمال تهيئة طريق الكمب جمع الخير في المدينة تمهيدا لفتحها خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس لجنة التفاوض لفتح الطرقات عبد الكريم شيبان إن اللجنة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة وتعمل بوتيرة عالية من أجل استكمال تهيئة الطريق ووضع الترتيبات اللازمة للتنقل بسهولة ويسر في الأيام المقبلة. وكان شيبان ومعه الوكيل الأول للمحافظة عبد القوي المخلافي قد تفقدا سير العمل في تجهيز طريق الكمب جامع الخير في المدينة ومستوى الإنجاز في رفع المخلفات وإزالة الأشجار ونظافة الشوارع المحددة للتنقل عند افتتاح الطريق. وقال الوكيل المخلافي إن هذه المتابعة المستمرة تجسد حرص السلطة المحلية وبمتابعة حثيثة من القيادة السياسية بهدف المضي قدما في فتح الطرقات وإنهاء المعاناة الإنسانية. إذن حول هذا الموضوع انضم معنا مراسل يمن شباب من تعز أيمن قائد، مرحبا بك أيمن. إذن وأنت تتواجد هناك وتتابع ما يجري من عملية الترتيب لفتح الطرق، أيمن يعني ماذا عن الترتيبات التي تجري حتى الآن في عملية فتح الطرق وكذلك ما جديد فتح منفذ الكمب القصر وما هي المعوقات التي تجدها وتشاهدها أنت؟ باستمرار هذه التطورات والمستجدات بشأن فتح طريق الكمب دولة القصر والترتيبات جارية على قدم وساق، الزيارات الرسمية من السلطة المحلية تتوالى باستمرار إلى المنطقة للتأكد من استمرار عملية العمل، ويؤكدون بأن السلطة المحلية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين من القادمين من الحوبان، والترتيبات جارية ومستمرة حتى هذه اللحظات. الحراسات تقوم وتواصل عملية إزالة الأتربة ونقلها من الطريق وإزالة الأشجار، وكذلك تواصل الأجهزة الأمنية تجهيزاتها وترتيباتها من أجل ضمان الأمان والحماية للمسافرين، وهي تدعو ميليشيا الحوثية الإرهابية إلى تسهيل الأمور الأمنية والتجهيزات الأمنية للمواطنين من مناطق سيطرتها. وهناك مخاوف يعني لدى السلطة المحلية من أن تتحول النقاط لدى ميليشيا الحوثي إلى مواقع للاختطاف الإخفاء للمواطنين والسكان المتنقلين والمسافرين أو المتنقلين نعم بين الجهتين. وبالتالي نعم، وبالتالي السلطات المحلية تؤكد بأن موعد افتتاح الطريق سيتم الإعلان عنه رسميا من قبل الجهة المختصة والمخولة، وهي لجنة فتح الطرق الممثلة برئيس اللجنة عبد الكريم شيبان. ولا توجد معلومات رسمية عن الموعد حتى الآن، حتى هذه اللحظات لا يوجد موعد محدد أعلنته الجهات الرسمية. نعم. عن ماذا عن جاهزية الجيش وكذلك الأمن في تأمين المنفذ وكذلك حماية المواطنين من أي خروقات قد تقوم بها الميليشيا الحوثية كما عهدنا منها دائما؟ يعني هناك كما ذكرت ضمان الأمن والحماية للمسافرين والمتنقلين بين المنطقتين هي مسألة مهمة جدا، وبالنسبة يعني للسلطة الشرعية الأمور جاهزة على ما يرام والجيش في استعداد تام، وينبغي أن تكون هناك ضمانات من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية بعدم إثارة أي يعني مناوشات أو نعم أيمن بأي نعم عمر هل تسمعني الآن؟ نعم نعم تفضل أكمل أسمع. نعم ذكرت بأن الجيش الوطني ملتزم تماما يعني الأوقات الماضية وكالفترات الماضية في أي هدن أو اتفاقيات. الجيش الوطني لا يخرق ولا ينفذ أي خروقات ولا ينفذ أي هجمات في ظل يعني تواجد المدنيين. المطلوب من الميليشيا الحوثية الإرهابية أن تلتزم بهذه المسألة وأن تحافظ على يعني سلامة أو المواطنين واستمرار بقاء الطريق آمنة، وأن لا تنفذ أي هجمات في هذه المنطقة. وفي كل الأحوال الجيش الوطني مستعد للتعامل مع أي
خروقات، وستكون ميليشيا الحوثي الإرهابية هي المسؤولة الوحيدة عن أي مشكلات أمنية قد تطرأ على هذا الطريق. وبالتالي خلال الساعات القادمة ربما يعني ساعات قليلة يعني تفصل المواطنين عن بدء سريان هذا الطريق ودخوله يعني حيز العمل، ويعني استقبال المواطنين هناك يعني جهوزية تامة من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجيش الوطني. السلطات الأمنية تقول بأنها مستمرة في تجهيز نقاطها الأمنية والعسكرية من أجل ضمان عدم وصول أو عدم استغلال ميليشيا الحوثي لقصر المسافة من أجل تنفيذ أي عمليات أو اختلالات أمنية عبر إرسالها للخلايا مثلا على سبيل المثال، أو أي خروقات أمنية قد تمارسها الميليشيا الحوثية، وهذا عهد تعز بها حيث مارست الجريمة ميليشيا الحوثي سواء عبر الجبهات أو عبر إرسالها للخلايا التابعة لها إلى المدينة. نعم، إذن مراسل يمن شباب في تعز أيمن قائد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.